ما صورنا مقطع فيديو لان بعت لي اياه بالشات. الطيران الحربي نفذ عدة غارات بالصواريخ الفراغية على المخيمات مثل ما شايفين، عالم تركت بيوتها واجت نزحت على الجبال مشان تقعد بامان. الطيران الحربي نفذ عليهم اربع صواريخ متتالية، سلسلة صواريخ متتالية. كان الدفاع المدني عم يسعف المصابين، تعرض طاقم الاسعاف لأحد السائق تعرض لاصابة خطيرة جدا، حاليا تحول للمشافي، بالاضافة الى المرافق كانت اصابته كمان خطيره، بس ولكن السائق كانت خطاته اصابته اكثر. طبعا بعد الصواريخ الفراغيه كان عم يستهدف المدنيين بشكل مباشر، اتبعهم بسلسله من القنابل العنقوديه المتفجره، يعني تقريبا هو عم يحرق الاخضر واليابس، يعني حتى الدفاع المدني ما صار له فرصه لسعف المصابين. توكلنا على الله. خليه محمد، يا بكري يا بكري، هل هالجد يا رب. ايوه هذه النهار، انا ايمن مكتوب. ايوه قلت له ما ضرب علي بالطبل.